السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. الغلو والزيادة في المدح أو الذم، والمراد به هنا المدح والإطراء والمبالغة ورفع الإنسان فوق قدره الذي يستحقه شرعا. في قبور الصالحين الغلو فيها والتعبد عندها كما تقدم في الباب السابق يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، لأن العبادة عندها كما تقدم في الباب السابق وسيلة إلى عبادتها، وبالتدريج واتباع خطوات الشيطان شيئا فشيئا إلى أن يصل الحد إلى أن تعبد من دون الله. لا شك أن الوسائل قد توصل إلى الغايات، والمعاصي توصل إلى الشرك. فهنا يقول المؤلف: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها، يعني مع الوقت ومع انقراض الجيل الذي يعرف أن هذه لا تستحق العبادة
ثم بعد ذلك ينسى العلم ويندرس فتعبد من دون الله كما حصل لقوم نوح. أوثانا كل ما يعبد قال له وثن، سواء كان على صورة أو حجر أو خشب أو قبر أو ما أشبه ذلك، كله يقال له وثن وجمعه أوثان. فالوثن ما يعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ، الإمام مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، مولود سنة 93 ومات سنة 79 و100، إمام دار الهجرة وإمام أهل السنة ونجم السنن الذي لا يسأل عن مثله. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. وأصح الأسانيد عند الإمام البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. روى مالك في الموطأ، الموطأ كتاب صنفه الإمام مالك وروي عنه بروايات متعددة، كل رواية تمتاز بمزايا وفوائد عن غيرها، ومن أوفاها رواية أبي مصعب الزهري، وكل رواية تصطبغ بشيء مما عليه راويها، كرواية محمد بن الحسن التي فيها بعض المسائل التي خالف فيها ما قاله الإمام مالك. هو مطأ للإمام مالك ينسب له، ومع ذلك أودع فيه الإمام محمد بن الحسن الراوي عن مالك اختيارات تختلف عما اختاره الإمام مالك. وينبغي ويجدر التنبيه على أن هؤلاء الرواة يذكرون في هذه الروايات. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك، وقل مثل هذا في جميع الروايات، تذكر أسماؤهم في الرواية، والكتاب يبقى للإمام مالك. وبعضهم يستغرب ويستنكر وجود مثل هذا الأسلوب، وقد حصل بالفعل من أنكر أن تكون الأم للإمام الشافعي، لأن فيها قال الربيع قال الشافعي، فالمؤلف الربيع، وقد يتكايس بعضهم فيقول من دون الربيع، لكن صنف في الموضوع كتاب أسماه مؤلفه، وليس له أدنى نظر في هذا العلم، وليس في العير ولا في النفير، وليس من أهل العلم أصلا، إنما هو من الأدباء الذين قد يلاحظ على سلوكهم بعض الشيء. قال: إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي. الأم ليست للإمام الشافعي، أجل المسند ليس للإمام أحمد. حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي. قل مثل هذا في جميع المؤلفات المصنفات في الصدر الأول في عهد القرون المفضلة الثلاثة، كلها على هذه الطريقة. فننكر جميع هذه المصنفات من أجل أن الراوي ذكر اسمه في المصنف قبل مؤلفه؟ هذه طريقتهم وهذا ديدنهم. الإمام مالك رحمه الله صنف الموطأ وروي عنه بروايات متعددة، وفي كل رواية زيادات أو نقص عن غيرها. وقل مثل هذا في البخاري، رواه عنه 90,000 في الروايات المشهورة المتداولة، من الزيادة والنقص ما فيها، وبعض رواتها أوثق من بعض وأضبط وأتقن. فأضبط الروايات عند الإمام الحافظ بن حجر رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة، وقال أبو الهيثم الكشميهني ليس من الحفاظ. حصل تنبيهات على الرواة، ورواية ابن شاكر حماد بن شاكر تنقص عن غيرها 300 حديث. كل هذه لا تعني أن البخاري وصحيح البخاري محل تصرف وزيادة ونقص، هذا الكلام ليس بصحيح.
أوفاها كله محفوظ بالسند الصحيح عن الإمام البخاري، وأدناها النقص يعتري الإنسان، لأنهم يروون من حفظهم عن الإمام البخاري، فبعضهم يسقط بعض الأحاديث وبعضهم يفوته رواية بعض الأحاديث. على كل حال السنة محفوظة ولله الحمد بحفظ الله لكتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا وجد من الأحاديث المكذوبة أو الموضوعة تعيش لها الجهابذة كما قال أهل العلم، لا بد أن يبين وضعها وكذبها. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مالك عن عطاء مرسلا، والإمام مالك يحتج بالمراسيل، الإمام مالك يحتج بالمراسيل، ووصله ابن عبد البر عن عطاء عن أبي سعيد. يقول الحافظ العراقي: واحتج مالك كذا النعمان به، يعني بالمراسيل أو بالمرسل، وتابعوهما ودانوا. ثم قال: ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. المقصود أن الإمام مالك يحتج بالمراسيل، ولذلك لا يهمه أن يكون الحديث موصول أو مرسل. والحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه وصل جميع هذه الأحاديث سوى أربعة، وصلها في التمهيد سوى أربعة أحاديث، والأربعة وصلها ابن الصلاح، فجميع ما في الموطأ موصول. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قبره عليه الصلاة والسلام، هذا الدعاء قبل أن يموت وقبل أن يوجد القبر، ولا شك أن هذا من احتياطه وحرصه على حماية جناب التوحيد وحرصه على أمته، لئلا تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة الذين لعنهم الله، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد. فهل أجيبت هذه الدعوة أو لم تجب؟ يقول ابن القيم أن الله أحاطه بثلاثة الجدران: من جهة الشمال المقابلة لجهة القبلة جعل القبر مثلث، أحاطه بثلاثة جدران، حرفت على ثلاث جهات بحيث لو استقبل ما تم استقبال القبر. هذا رأي ابن القيم رحمه الله. ولقد أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران، يعني ما اتخذ وثن القبر، ما اتخذ وثن، لكن هل صرف له عليه الصلاة والسلام شيء من حقوق الله جل وعلا، ووصل به بعض الغلاة إلى حد الربوبية؟ نعم، وذكرنا من كلام البوصيري شيئا من ذلك، وكلام البرعي مثلها وأسوأ منه. على كل حال القبر ما اتخذ وثن، يعني نرى من يستقبل القبر ويستدبر القبلة ويدعو، وفيه مظاهر من مظاهر الغلو والمبالغة والابتداع، لكن عموما القبر ما اتخذ وثن يعبد، يعكف عنده ويتخذ مصلى وما أشبه ذلك كما يفعل عند قبور بعض الناس في أقطار المسلمين، نسأل الله العافية، يسجد لها من دون الله ويطاف بها ويدعى من فيها من دون الله جل وعلا، تطلب منهم الحوائج والمدد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني هل مظاهر هذه المظاهر الموجودة في مسجده عليه الصلاة والسلام من استقبال القبر ورفع اليدين والتمسح وشيء مما يوجد مما يمنعه الشرط، لكن يغفلون أو يتسامح بعضهم وليس عندهم من الغيرة على التوحيد كما ينبغي. المقصود أنه قد يوجد تمسح، يوجد دعاء، يدعون الله جل وعلا ويستقبلون القبر، كل هذا من البدع، لكن كل هذه المظاهر لا تجعله قبر وثن.
يعبد من دون الله. ولذا قال ابن القيم: ولقد أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. وكان قبره عليه الصلاة والسلام خارج المسجد في بيته، في بيت عائشة. ثم لما حصلت الزيادة في المسجد النبوي وأدخل في عهد التابعين وأنكره بعضهم، ولا شك أنه ينبغي إنكاره والأصل أن لا يدخل، لكن أدخل وتواطأ الناس على هذا الوضع وصلوا في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا، ما قالوا هذا مسجد فيه قبر أو بني على قبر، لأن المسجد بني قبل القبر. نعم، والقبر في البيت ما هو في المسجد علشان ينبش. في الأصل أن القبر في البيت، يعني لو قبر في المسجد لازم نبشه، لو بني المسجد على القبر لازم هدمه، لكن لا هذا ولا هذا. هل بني على القبر المسجد؟ لا. هل دفن عليه الصلاة والسلام في المسجد؟ لا. فهذا الذي يجعل الأمة تتواطأ من عصر التابعين إلى يومنا هذا في الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، لم يقل أحد منهم بأن الصلاة باطلة كما قيل في الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. شلون؟ التثليث هذا بحيث لا يستقبل، والطواف لا يمكن لأن الجهات الأربع لا يمكن الاستدارة عليها. هو لولا وجود الفتنة، لولا أن خشية الفتنة من عوام المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام تحاشى هذا في تتميم الكعبة على قواعد إبراهيم، لولا أنه خشي أن القوم حديث عهد بجاهلية لكان بناه على مثل هذه، لو بيغير أو يعدل أو كذا، مع أن الناس في مأمن من الشرك، ومن أراد أن يشرك ولو في السند، لو كان في الهند أو في السند أشرك. وقد حصل في كلام منظوم وكلام منثور وتوجهات معروفة. على كل حال، شو عليه الصلاة والسلام، شو لا هو كون سور المسجد يحويه، هذا الإشكال. يعني لو كان سور المسجد دون القبر قلنا هذا بيت عائشة أو هذا خارج المسجد، ولذلك أنكر كثير من التابعين على من أدخله. ولولا الفتنة من عموم المسلمين وعوام المسلمين كان ما هو بهذا الوضع. وعلى كل حال، نسأل الله جل وعلا أن يصلح الأحوال. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله، إثبات صفة الغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. صفة الغضب ثابتة في الكتاب والسنة، ثابتة في الكتاب والسنة، ولا يشابه غضب المخلوق الذي هو غليان دم القلب كما زعمه المبتدع الذين ينفون الصفات ويتوسلون بذلك إلى نفس الصفة التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له ورسوله عليه الصلاة والسلام. فشبه الخالق بالمخلوق وجعلوا غضبه جل وعلا كغضب المخلوق، ثم توصلوا بذلك إلى نفيه وإنكاره. فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. والغضب درجات، هنا اشتد غضب الله، هناك غضب الله عليهم ولعنه. المقصود أن صفة الغضب وشدته وأيضا المقت ثابت لله جل وعلا على من؟ على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قبور أنبيائهم. وسبق الحديث الصحيح: لعنة الله على اليهود والنصارى، في لفظ: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقلنا ما سبق
في النصارى وأنهم ليس لهم إلا نبي واحد ولم يقبر، فالمراد المجموع، مجموع الأنبياء الذين هم أنبياء لليهود في الأصل وتبعوا بالتبعية هم أنبياء للنصارى، لأن أنبياء اليهود يلزم الإيمان بهم من قبل النصارى. أو تفسره الرواية الأخرى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فيكون لليهود الأنبياء وللنصارى الصالحين. غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير الإمام المفسر المؤرخ الفقيه محمد بن جرير أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ بسنده يعني المذكور في تفسيره عن سفيان، سفيان هذا مهمل. ايش معنى مهمل؟ لم يذكر ما يميزه، فلا ندري هل هو سفيان الثوري الذي فسره به جمع من الشراح أو ابن عيينة، وكثيرا ما يأتي في الأسانيد مهملا. وذكر الحافظ الذهبي في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء قاعدة وطريقة أغلبية وليست كلية في التمييز بين السفيانين وأيضا بين الحمادين. قال إذا كان بين الإمام من الأئمة الستة واحد فالغالب أنه ابن عيينة لأنه متأخر، وإذا كان بينه وبينه اثنان واحد فابن عيينة لأنه متأخر، وإن كان اثنين فهو الثوري لأنه متقدم. قد يكون الشيخ للإمام البخاري أو مسلم معمر طويل العمر فيدرك الثوري، لكن هذا قليل. ولذلك هذه قاعدة أغلبية، فلا بد من البحث عن التمييز في الطرق الأخرى. وعلى كل حال لو قدر أننا لم نستطع التمييز فالخبر لا يضيره أن يكون الثوري أو بن عيينة، لأنه أينما دار دار على ثقة فلا يتأثر. عن سفيان عن منصور هو ابن المعتمر عن مجاهد بن جبر تابعي المفسر الذي عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات يسأله عن كل آية وعن كل كلمة، فبرع في التفسير بسبب ذلك، وتوفي رحمة الله عليه 106 وهو ساجد رحمة الله عليه. عن مجاهد يعني في قوله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق، رجل يلت لهم. وفي خبر ابن عباس الذي يليه كان يلت السويق للحاج، يلت يعني يصنع لهم السويق، السويق من الذرة تحمص وتطحن ويخلط معها شيء من الدهن أو شيء من ذلك، المقصود أنه غذاء نافع، ولو عرض على أحد منا يمكن ما يستسيغه، لكن الحاجة. كان يلتنهم السويق فمات فعكفوا على قبره. كذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان يلت السويق للحاج، وهذا الفعل منه يدل على صلاحه، يدل على صلاحه. والترجمة في قبور الصالحين، وهذا منهم. وهذا أحد القولين في اشتقاق اللات، وحينئذ يكون بتشديد التاء اللات، لأنه يلت السويق يعني يصنع السويق لهم. والقول الآخر أنه اشتقوه من الإله، من الإله، والذي على مشى عليه عندنا أنه يلت السويق
وهذه أمارة صلاحه، فدخل ذكره في الترجمة، فمات فعكفوا على قبره لصلاحه. لكن لو عرف بغير الصلاح مع الإحسان يعبدونه ولا ما يعبدونه؟ ها، القلوب تميل إلى الصالحين لما كانت هذه العبادة للقبر أو عند القبر من ميل إلى هذا الصالح لما يرجى من نفعه على حد زعمهم، وأنهم يفعلون ما يفعلون عندهم ليقربوهم إلى الله زلفى، ولو كان غير صالح ما قربه إلى الله زلفى. على كل حال هم كونهم عبدوه وهو محسن إليهم قالوا هي هذه أمارة صلاحه. نعم، شو؟ لا، لكن كونهم عكفوا على قبره يدل على أن عندهم صلاح، لأنهم ما يضيعون أوقاتهم عند قبر شخص ما يمكن أن يقربهم إلى الله زلفى على حد زعمه. الكرم فقط ما يعطي صفة أنه قريب من الله جل وعلا وله جاه عند الله، كل هذا باطل يعني، ومن الأصل مسألة باطلة. لكن ما في شك أن الشيطان يسول ويملي بشيء يقبله الناس، له نوع قبول، له نوع قبول، لأن الفاجر أو الكافر يعني كونه يتخذ قبره وثن يعبد من دون الله هذا ما يفعله إلا المجانين. لكن الشيطان يأتي بشبه يقبلها السذج، فكونه صالح وهم يفعلون هذا عند الصالحين ليقربوهم إلى الله زلفى، الفاجر والكافر لا يقربهم إلى الله زلفى، هم يعرفون ذلك، وإن كان عندهم خلل في تصور الصلاح والفجور عندهم فيه خلل. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يلت السويق للحاج، وهذا في البخاري، هذا في البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرر السرج، رواه أهل السنن وأحمد، يعني رواه الإمام أحمد وأهل السنن في الجملة، والنسائي ما رواه، أبو داود والترمذي وابن ماجه مع أحمد، ولم يتعقبوه بشيء، وأبو داود يقول ما سكت عنه فهو صالح. أحسن الله عليك شيخ. نعم، النسائي مذكور، أحمد النسائي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في الكبرى. ها؟ نعم، ذكر الكبرى والصغرى، لكن الشراح قالوا ما روى النسائي، ومن حافظ حجة على من لم يحفظ، وأوردوه بالأرقام. فإطلاق الشيخ رواه أهل السنن يعني الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، نعم صحيح. وممن صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر له طرق شواهد يصح بمجموعها، وإلا فقد ضعفه بعض العلماء. وعلى كل حال جاء بلفظ زائرات وجاء بلفظ زوارات، والمتخذين عليها المساجد والسرج، فالزيارة للنساء بالنسبة للقبور محرمة بل كبيرة من الكبائر لثبوت اللعن. وبعضهم يقول إن عائشة زارت قبر أخيها ولكنها اعتذرت بأنها لم تشهده، ولو شهدته لما زارته. والمسألة فيها أقوال لأهل العلم، وما دام ثبت اللعن فلا كلام لأحد. والعلة في ذلك أن النساء عندهن من الجزع
ما يحملهن على ارتكاب المحرم عند القبور من النياحة والندب وفعل ما لا يجوز فعله. ولذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة عند قبر ولدها تبكي فقال لها اصبري اصبري، فقالت إنك لم تصب بمصيبتي، فأخبروها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت تعتذر، قالت اصبر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى يعني من هذه المسائل تفسير الأوثان، وأنها ما عبد من دون الله على أي شكل كان، على أي شكل كان. ولذا قال عن القبر وثن، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. المتخذين عليها المساجد أعم من أن يبنوا عليها البنايات أو يصلوا عندها، لأن ما يصلى فيه يسمى مسجد كما سبق تقريره في الدرس الماضي. الثانية تفسير العبادة، تفسير العبادة، العبادة في الأصل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا تعريفها في الأصل. فإذا صرفت لله جل وعلا فقط صارت العبادة التي من أجلها خلق الإنسان، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإذا صرفت لغيره مما لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا صارت الشرك، نقيض العبادة والتوحيد. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، لأن الذي لا يخاف وقوعه لا يستعيذ منه عليه الصلاة والسلام من خوفه على أمته. نعم يخاف، يخاف وقوعه، نعم يخاف وقوعه، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته وسده للذرائع الموصلة إلى الشرك وحمايته لجناب التوحيد. الرابعة قرنه بهذا، يعني باتخاذ قبره وثنا، قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد والمتخذين عليها المساجد والسرج، المساجد سواء كانت بتشييدها على القبور كما هو حاصل في بعض الأقطار الإسلامية، أو بالصلاة عندها في المقابر، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فالصلاة عندها من اتخاذها مساجد. والمتخذين عليها المساجد والسرج في الإنارة الثابتة، تنويرها إنارة ثابتة من اتخاذ السرج عليها، فهو داخل في اللعن. لكن لو دفن في ليلة مظلمة واحتاجوا إلى ما ينير لهم بقدر الحاجة وبالوقت الكافي فقط لا يزيد عليه، هذا لا يدخل في مثل هذا، لا يدخل في مثل هذا نظرا للحاجة. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، وذكرنا أن الغضب صفة لله جل وعلا ثابتة، معروف معناها وكيفها مجهول كغيرها من الصفات الثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها، السادسة المسألة السادسة وهي من أهمها، يعني من أهم المسائل، معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان
أكبر الأوثان عند العرب اللات، فمات فعكفوا على قبره. فرأيتم اللات والعزى التي تعبدونها من دون الله، ما نوع هذه العبادة؟ فسر في قوله فمات فعكفوا على قبره. معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان، أكثر أوثان العرب اللات، والعزى أيضا أشادوا بها وانتسبوا إليها، لنا العزى ولا عزى لكم كما يقول أبو سفيان، فهذه من أكبر الأوثان عندهم. نعم. عكوف يسمى عكوف؟ لا، المسألة مسألة صرف العبادة عند هذا القبر أو لصاحب هذا القبر، إما أن يكون الشرك الأكبر أو الوسيلة إلى الشرك، أما مجرد المكث من دون صرف أي عبادة هذا فيه مشابهة لمن يعكفون العبادة فيمنع من هذه الحيثية، لكن لا يكون شرك ولا وسيلة إلى الشرك، إنما يمنع من باب المشابهة. القبور من أجل الانتفاع بالاعتبار والاتعاظ ونفع المقبور بالدعاء له، وامتثال السنة التي جاء بها الأمر، زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. على كل حال أنت مأمور بالزيارة، كل ما تيسر لك لا تحرم نفسك. ما يزورون داخل في النهي داخل، لكن هم يصلون في الروضة ولا يصلون إلى القبر، القبر ما يصل إليه، دونه جدران ستر حجب، جدار من 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 اللبن وجدار من من الحديد وستارة، ما يمكن يصلوا إليه. ولو سموه زيارة للروضة ما هو للقبر، القبر ما يصل أحد الحين، حتى زيارة الرجال فيها نظر. اللي يمنع من زيارة القبور والدعاء لها من وراء الجدار، جدار المقبرة، يقول ما تحصل بها السنة، يقول مثل ذلك في قبره عليه الصلاة والسلام. يمنع للمشابهة. مش مهم. لا لا لا، الحراس هذه وظيفتهم، جعل لرصد هذا المكان لئلا يحدث فيه ما لا يجوز أو يدفن فيه من قتل بغير حق وكذا، هذه مسائل أمنية. شو ما أسمع لهم، هات لهم في أي مكان ودعوت لهم يصل إن شاء الله بشروطه وآدابه. أي نعم، الإنارة الثابتة داخلة. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. عرفنا أن الصلاحية أخذت من كونه يحسن إلى الناس، يحسن إلى الناس فرأوه صالحا من هذه الحيثية. معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، اللات صاحب القبر وليس القبر. معرفة أنه الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية اللات، وأنه كان يلت السويق للناس أو للحاج على وجه الخصوص. ولا شك أن الإحسان إلى ضيوف الرحمن فيه الأجر العظيم، وكثير منهم من لديه الحاجة والفاقة بسبب فقدان الأهل والمال، فالإحسان إليهم فيه الثواب العظيم من الله جل وعلا. التاسعة لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، ولا يدخلنا في الأمر
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لأن زوروها خاص بالرجال، لأن إدخال النساء هن يدخلن في خطاب الرجال، لكن إذا ورد ما يخص الدخول في هذا العموم ما هو أخص منه هو اللعن، لا شك أنه مقدم على دخولهن في عموم الأمر. العاشرة لعنه من أسرجها. نعم. هي صيغة مبالغة، لكن جاء بلفظ زائرات، وإذا لعن من تكررت منه الزيارة يتسامح له في المرة الواحدة التي هي فرد من أفراد هذه المبالغة؟ لا يتسامح، لأن المسألة مسألة لعن. العاشرة لعنه من أسرجها، يعني اتخذ عليها السرج، وكذلك المساجد. وعرفنا فيما تقدم أن المساجد، اتخاذ المساجد عليها أو الصلاة عندها في حكم تشييد هذه المساجد، وهذا تقدم في الدرس السابق، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شو؟ إيه، هذا الشيخ الألباني مضاعف من الحديث. نعم، على كل حال فيه له ما يشهد له. شيخ الإسلام ذكر الشواهد وذكر من صححه. فاهم أنار الطريق المجاور للمقبرة، فانتقل النور تلقائيا، ما في شيء، ما هو مقصودها. الحليب واللبن شيخنا صلى الله عليك، تعلم يا شيخ ان القبر موضع القبر حساس، هل يا شيخ مثلا اخي توفى ادعو له على القبر افضل، او ان ادعو له مثلا مواطن استجابه الدعاء؟ تقصد غير وقت الدفن، يعني لما دفنته وانتهوا الناس من دفنه وانصرفوا تدعو له، جاء الامر بذلك، لكن بعد شهر بعد شهرين ان جئت طيب لا هو لغيره، وأنت تعتبر وتذكر. شيخ صلى الله عليك، قال الشيخ معرفة صفة عبادة الله، وقلنا يا شيخ أن العكوف عندها بدون صرف عبادة لا يعتبر شرك، إذن الشيخ كيف كانت عبادة الله بالدعاء و يجلسون ساكتين؟ هم يجلسون ساكتين؟ نعم، يعني اللي يجلس كذلك فهو مشابه الله، فحرام لمشابهاته. على كل حال إن صرفت العبادة للقبر أو لصاحبه هذا الشرك الأكبر، وإن عبد الله جل وعلا عند القبر فهذه وسيلة إلى الشرك وبدعة منكرة. وكثيرا ما نجد من يقرأ عند القبور، وفي بعض المذاهب نص على قراءة الفاتحة عند القبر وغير ذلك موجودة، بدعة لأنه ما يثبت فيه خبر. أحسن الله إليك، بناء الحيطان الله يعفو عنك هل يعتبر من التشديد؟ السور يعني سور المقبرة.